السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم مع بعض على موضوع جديد. ده الفيديو رقم 10 دلوقتي في سلسلة الفيديوهات بتاعتنا. اتكلمنا على السيل انجري، اتكلمنا على يعني ايه اميلودوزيس، يعني ايه فاتر ديجنريشن، يعني ايه هاي لاين ديجنريشن، وكان اخر فيديو كنت نزلته لكم اللي هو الباثولوجيكال بيجمنتيشن. دلوقتي هنتكلم عن فيديو جديد او موضوع جديد اسمه باثولوجيكال كالسيفيكيشن. ماشي، بص معايا، في عندنا بقول كلمه باثولوجيكال يعني حاجه مرضيه. طبعا بص انا هشرح معاكم دلوقتي وبعدين هنقرا مع بعض الكلام المكتوب ايه. بص معايا، باثولوجيكال كالسيفيكيشن يعني كالسيوم او املاح الكالسيوم بتترسب في اماكن غير المكان الطبيعي بتاعها، يعني abnormal او deposition of calcium salts in sites other than the bone and teeth. يعني ايه الكلام ده؟ النورمال سايتس بتاع ترسبات الكالسيوم هي العظام، البون والتيث. حلو كده، دي الاماكن اللي الكالسيوم طبيعي بيترسب فيها. لو تفتكروا حتى في الاناتومي او في الجنرال اناتومي حاجه اسمها اوسيفيكيشن اوف بون، مش كلام، برايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن، سكندري سنتر، ماشي، ده اسمه اوسيفيكيشن. هو الكالسيوم بيترسب في الايه، في النورمال سايتس بتاعته، ماشي، حتى في النمو بتاع الكالسيوم الطبيعي الكالسيوم بيترسب، يبقى ده اسمه نورمال ايه، كالسيفيكيشن. طب لو الكالسيوم بقى اترسب في اماكن اخرى غير البون والتيث، يبقى ده اسمه ايه، اسمه باثولوجيكال كالسيفيكيشن. فدي معناها abnormal او deposition of calcium in sites other than منها البون اند ايه اند تيث. يعني شوف كده هو كاتب ايه عندك هنا، اهو باثولوجيكال اوسيفيكيشن الاسم دي هنا، الباثولوجيكال كالسيفيكيشن definition abnormal deposition of calcium salts in soft tissues اللي هي بقى ايه، sites other than ايه، bone and teeth. انما لو الكالسيوم اترسب في البون والتيث ده اسمه نورمال كالسيفيكيشن، مفيش اي مشكله خالص ده، ماشي. يبقى هنسجها رخوه او هنسجها تانية غير البون والتيث، ده اسمه ايه، باثولوجيكال كالسيفيكيشن. طيب ايه بقى انواع الايه، انواع الكالسيفيكيشن؟ بص معايا، بص بالنسبه للباثولوجيكال كالسيفيكيشن على حسب البلد كالسيوم ليفل. البلد كالسيوم ليفل من 9 الى 11 ملي جرام بيرسنت، ماشي، ده النورمال بلاد كالسيوم ليفل. بص بقى، في عندي نوع على حسب البلاد كالسيوم ليفل ده اللي هو النورمال ده، في عندي نوعين من الكالسيفيكيشن. ازاي ممكن الكالسيوم يترسب في الانسجه الغريبه دي اللي هي السوفت تيشوز دي، ماشي، والبلاد كالسيوم ليفل نورمال؟ هو المنطق يا جماعه بيقول ايه، ان لما لو الكالسيوم عالي هيترسب في الانسجه، لو الكالسيوم الليفل بتاعه بقى عالي هيترسب فين، في الانسجه. طب لو الكالسيوم الليفل بتاعه نورمال وترسب في الانسجه، فده بنسميه كده حاجه اسمها ديستروفيك كالسيفيكيشن. ايه ديستروفيك كالسيفيكيشن؟ الكالسيوم بيترسب في الانسجه والليفل بتاعه في البلد عادي، مش عالي، عادي ما فيهوش مشكله، يعني من 9 ل 11 مللي جرام ايه بيرسنت. يبقى هنا البلد ماله، في نورمال كالسيوم ليفل، ماشي. طيب في نوع تاني، بص اسمه ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. طب ده بيحصل فيه ايه، ان البلد الكالسيوم بيترسب في الانسجه لان الليفل بتاعه بقى عالي جدا، هو ده منطقي مش كده؟ يبقى هنا هاي بلد كالسيوم ليفل، او حاجه بنسميها هايبر كالسيميا، ماشي. هايبر يعني حاجه زادت، صح، كالسيميا يعني كالسيوم فينها، في البلد. يبقى دلوقتي في عندي نوعين من الكالسيفيكيشن، لو الكالسيوم مترسب في الانسجه والكالسيوم بلاد ليفل والبلاد كالسيوم ليفل نورمال، ده اسمه ديستروفيك كالسيفيكيشن. طيب لو البلاد كالسيوم ليفل كان عالي، طب ما ده منطقي بقى، فلما الكالسيوم الليفل بتاعه في الدم عالي هيترسب في الانسجه، اسمه ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. طب تعالى نشوف كده التعريف الاول وبعدين ايه، نرجع لايه، نشوف ايه الاسباب بتاع الاثنين دول بيحصلوا ازاي. بصوا هنا كده، ده الباثولوجيكال كالسيفيكيشن عندكم عنده في الكتاب صفحه 15، كويس، نخش بقى الصفحه اللي بعدها نشوف بيقول ايه. في عندنا تايبز اوف باثولوجيكال كالسيفيكيشن، واحد ديستروفيك كالسيفيكيشن. بص بقى، اما الديستروفيك ده الكالسيوم بيترسب والليفل بتاعه نورمال، ديبوزيشن اوف كالسيوم سولتس ان ايه، بيقول لك هنا ان ديد اور ديجنريتنج تيشوز، بس هنا ايه، هنعرف ايه الكلمه دي،
نورمال سيرم كالسيوم ايه ليفل. يبقى هنا الترسيبات بتاع الكالسيوم سولت وذ نورمال بلاد كالسيوم ليفل او سيرم كالسيوم ايه ليفل. النوع الثاني اسمه ميتاستاتيك اهو، ميتاستاتيك كالسيفيكيشن اتس ديو تو ايه بقى؟ هايبر كالسيميا، يعني لما الكالسيوم عالي ترسب في الانسجه، انكريزد بلاد كالسيوم ايه ليفل. يبقى احنا كده عرفنا الاول ايه النوعين الرئيسيين فين في الكالسيفيكيشن. في اذر تايب هنتكلم كمان شويه ماشي، في حاجه اسمها ديستروفيك وفي حاجه اسمها ايه ميتاستاتيك. طب نرجع تاني نشوف كده الايه الفرق بينهم برضه عامل ازاي. طب ماشي، طيب ايه السبب؟ يعني ايه؟ يعني ايه الميكانيزم يعني؟ طب ليه دلوقتي يا اخوانا هل المشكله في الدم دلوقتي؟ قال لك الدم بريء، البلاد كالسيوم ليفل طبيعي ما فيهوش مشكله، يعني مش ما فيهوش مشكله خالص. يبقى هنا المشكله في الانسجه اللي هو اترسب فيها. النسيج لما حصل فيه بعض التغيرات سحبت الكالسيوم منين؟ من الدم. يبقى هنا المشكله ان في المشكله في النسيج اللي هو اترسب فيه مش في الدم، الدم هنا فيه نورمال خلاص ما فيهوش مشكله. يبقى هنا الميكانيزم هنا ايه؟ الديبوزيشن بيحصل ان ديجنريتد اند نيكروتيك تيشوز. ازاي الكلام ده؟ يعني بقول لك النسيج لو بيحصل فيه ديجنريشن او نيكروزس الكالسيوم يترسب فيه. طب ايه الفكره ان لما يحصل ديجنريشن او نيكروز الكالسيوم يترسب؟ الفكره ان في عندنا انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز. اسمه ايه؟ الكالاين فوسفاتيز. ماله الانزيم ده؟ قال الانسجه اللي فيها ديجنريشن او نيكروز الليفل بتاع الانزيم ده بيعلى شويه، فبيزيد الليفل بتاع الانزيم اللي اسمه الايه الكالاين فوسفاتيز ده مش في الانسجه. طب وبعدين يعني لما يزيد الليفل بتاع الالكالين فوسفاتيز يعمل ايه؟ يعني قال لك الكالسيوم بيترسب في الكالين ميديوم، الكالسيوم ديبوزيت ان الكالين ميديوم، فالمنطقه اللي فيها ديجنريشن دلوقتي او نيكروزس بقى الميديوم بتاعها عباره عن ايه؟ الكالين. يروح شافط الايه او ساحب الكالسيوم منين؟ يترسب في منين؟ من الدم. يبقى هنا المشكله في النسيج نفسه في ديجنريشن او في نيكروز. يبقى احنا الامثله كلها اللي هنقولها على الايه؟ على النوع ده من الكالسيفيكيشن اللي اسمه ديستروفيك، اي حاجه فيها ديجنريشن او فيها ايه؟ او فيها نيكروز. ماشي؟ طيب ايه الفكره يا اخوانا؟ ان الالكالين فوسفاتيز بيعلى في الايه؟ في حالات الديجنريشن والنيكروزس، ويؤدي الايه؟ لترسيب الكالسيوم لانه بيترسب في الكالين ايه؟ في الكالين ميديوم. ده بالنسبه للايه؟ للديستروفيك كالسيفيكيشن. طيب ميتاستاتيك كالسيفيكيشن ايه سبب الكالسيفيكيشن؟ ما هو اصلا العنوان باين منه السبب، هاي بلاد كالسيوم ليفل. طب بقى اللي انا عايز اقوله بقى، ايه اللي يعلي البلاد كالسيوم ليفل؟ ايه اللي يخلي البلاد كالسيوم ليفل يعلى؟ بص معايا، في عندنا غده في الجسم، عندنا طبعا في الرقبه، في عندنا حاجه اسمها الثايرويد جلاند ماشي. في برضو ورا الثايرويد جلاند الغده الدرقيه دي، في وراها غده اسمها بارا ثايرويد جلاند. ادي واحده، مالها الباراثيرويد جلاند دي؟ الباراثيرويد جلاند دي مسؤوله عن تنظيم الليفل بتاع الكالسيوم في الدم. طب ايه رايكم بقى، واحد عنده هي بتطلع حاجه اسمها الباراثورمون او حاجه اسمها الباراثيرويد هرمون، او بالعربي اسمه الغده الجردرقيه لو تسمعنا في الاحياء زمان او كده ماشي. مالها بقى ديت؟ الباراثيرويد هرمون ده لما الكالسيوم ليفل بيوطى بيقل، فالهرمون ده بيزيد بيعلى، او الباراثيرويد جلاند بتطلع الهرمون ده بكميات كبيره. تمام؟ طيب يعلى يعمل ايه بقى يعني؟ قال لي طب دلوقتي الكالسيوم في الدم قل، فالهرمون ده يطلع يروح على العظم. دلوقتي مخزن الكالسيوم في جسمنا هو فين؟ العظم. ماشي؟ تمام. فالباراثيرويد هرمون ده هيروح على البون ويدوبه، يطلع منه الايه؟ الكالسيوم. يعني لما الكالسيوم في الدم يقل ايه اللي هيحصل؟ تروح الباراثيرويد جلاند تتنبه، تروح مطلعه هرمون اسمه ايه؟ الباراثيرويد هرمون ده. الباراثيرويد هرمون ده يروح على العظم بتاعنا، يدوب في العظم ده، يطلع منه الايه؟ الكالسيوم، لحد ما يظبط الليفل بتاع مين؟ الكالسيوم تاني. طيب وبعدين ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه رايك بقى لو في ورم طلع في الباراثيرويد جلاند؟ لو في ورم والورم ده عمال بيطلع كميه كبيره جدا منين؟ من الباراثيرويد هرمون. يبقى الهرمون ده هيزيد جدا، هيدوب العظم بكميات كبيره جدا، هيروح مطلع ايه؟ كالسيوم بكميات كبيره جدا. فين؟ في الدم، يعمل هايبر كالسيميا. دي الحاله دي بنسميها ايه؟ اسمها كده زياده الافرازات بتاع الباراثيرويد جلاند، منها هي نفسها فيها مشكله، فيها ورم او فيها مصيبه، اسمها برايمري هايبر باراثايرويدزم. بص الاسم عامل ازاي، اسمها كده برايمري هايبر باراثايرويدزم ماشي. هايبر انكريز الباراثايرويد جلاند، الافراز بتاعها ايه؟ زاد. ليه ايه برايمري؟ يعني المشكله في الباراثايرويد جلاند نفسها ماشي. ايه المشكله اللي ممكن تكون هنا؟ تيومر.
ورم في الباراثيرود جلاند بيطلع كميه كبيره جدا منين؟ من الباراثيرود ايه؟ هرمون. فلما بيزيد الباراثيرود هرمون بكميات كبيره جدا يروح يعمل ايه؟ يدوب الكالسيوم بنسبه عاليه جدا، يروح يزود الكالسيوم بليفل ايه؟ عالي قوي. اتنين، طب ممكن هايبر باراثيروديزم، بس المشكله مش فيها هي، مشكله في اورجان تاني في الكليه. ازاي دي اسمها بقى؟ بصوا، سكندري هايبر باراثيروديزم. ده نتيجة حاجة اسمها كرونيك رينال فيلير، فشل كلوي. طب ايه علاقة الكلى بالموضوع؟ بص معايا، الكلى بتعمل ايه؟ المفروض ان في عندنا حاجة اسمها الفوسفات وفي حاجة اسمها الكالسيوم. لما الفوسفات يعلى الكالسيوم يقل، لو الفوسفات نسبته زادت الكالسيوم نسبته ايه؟ تقل. فايه اللي بيحصل؟ يعني في عكس بعض، الفوسفات ومنها والكالسيوم. فدلوقتي اللي بيحصل لما بيحصل كورونيك رينال فيلير، الفوسفات بيحصل له ريتينشن في الدم، الفوسفات بيحصل له ريتينشن، بيتحبس في الدم، نسبته بتعلى. فمين اللي يقل؟ الكالسيوم. مين اللي هيشتغل ويتجنن؟ الباراثيرود ايه؟ جلاند. وتطلع كميه كبيره منينها؟ من الباراثيرود هرمون. يروح عامل ايه؟ يروح العظم يدوب الايه؟ العظم ويطلع كالسيوم. طب دلوقتي ايه اللي حصل؟ دلوقتي ايه اللي جنن الباراثيرود جلاند؟ هل هي فيها ورم نفسها؟ لا، ده في مشكله في الكليه، زودت الفوسفات، فالفوسفات ماشي قلل الايه؟ الكالسيوم، فتجننت الباراثيرود جلاند، فراحت مطلعه باراثيرود هرمون. يعني زياده وظيفه الباراثيرود جلاند ده نتيجه مشكله في الكلى، اذا فهي سكندري هايبر بارا ايه؟ ثايرويديزم. طيب ثلاثة، قالك طب ابعد بقى خالص عن الباراثيرود جلاند دي، وتعال نخش على مشكله تانية. ايه هي؟ ايه رايك لو الكالسيوم امتصاصه عالي جدا من الامعاء؟ ماشي، مين اللي بينظم امتصاص الكالسيوم من الامعاء؟ الفيتامين دي. فيتامين دي مالها بقى؟ قالك واحد عنده هايبر فيتامينوزس دي، ماشي، يعني واحد بياخد فيتامين دي بكميات كبيره جدا. الفيتامين دي بيعمل يا جماعه؟ بيزود امتصاص الكالسيوم منين؟ من الامعاء. طب لما ناخد كميات كبيره جدا من الفيتامين دي يبقى امتصاص الكالسيوم هيزيد، هيحصل هايبر كالسيميا، ويترسب فين؟ في الانسجه. اسمها ايه ديت؟ طب يترسب في انسجه اخرى غير البون، غير البون والايه؟ والتيث. يبقى ده سبب تاني. ايه المشكله الثالثه الرابعه؟ اربعه، هايبر اسمها ديستركتيف بون ديزيز، مرض بيكسر فين؟ في العظام. ايه ديستركتيف بون ديزيز ده؟ مرض بيكسر في العظم، غير الباراثيرود بقى، مش كلام، مش دعوه بكلامنا، غير الهرمون نفسه. واحد عنده ده مثلا، عندنا عظمه بالشكل ده مثلا، اهي دي عظمه اهي مثلا كده، خلاص. طيب العظمه دي طلع فيها ورم، ماشي، الورم ده عمل ايه؟ الورم ده حل محل العظمه نفسها، كسرها. طب العظم اللي اتكسر ده راح فين؟ هيروح على الدم، ماشي. لما يروح على الدم هيزود نسبه الايه؟ الكالسيوم. طبعا العظم ده مليان بالكالسيوم، كويس. فلما طلع ورم في العظمه يبقى ده الديستركتيف بون ديزيز، زي ورم في العظمه، تيومر او ورم فين؟ في قلب العظمه نفسها. الورم ده بيكسر في العظمه، العظم اللي اتكسر ده بيطلع منه الكالسيوم بكميات كبيره ويعمل هايبر ايه؟ هايبر كالسيوم. تعال نشوف كده مع بعض هو كاتبين عندكم ايه. بص نبدا كده مع بعض بالايه؟ بالديستروفيك كالسيفيكيشن. بص يا شباب، احنا قلنا ديستروفيك كالسيفيكيشن، ايه بقى اللي حصل هنا؟ افتكروا ترسيب الكالسيوم في الديد نكروزس يعني، وديجنريتنج ايه؟ تشو، والديجنريشن بس النورمال، وذ نورمال كالسيوم ايه؟ كالسيوم ليفل. هنا بقى بص عامل ازاي، قالك اكزامبلز اوف سايتس اوف ديستروفيك كالسيفيكيشن. يعني بيقول لك احنا قلنا في الديستروفيك كالسيفيكيشن البلاد كالسيوم ليفل نورمال، ما فيهوش مشكله خالص، صح؟ ماشي. طيب يبقى قلنا المشكله اصلا فين؟ في الانسجه نفسها. ايه المشكله اللي في الانسجه يا جماعه؟ لو في نكروزس او في كالسيفيكيشن. ليه؟ قال لي لو في نكروزس او في كالسيفيكيشن، اسف معلش، نكروز او ديجنريشن. لو في نكروز او في ديجنريشن الالكالين فوسفاتيز بيعلى، فبيبقى بيخلي الوسط قلوي، فبيشفط الايه؟ الكالين، يعني يشفط الكالسيوم ده. فكل الامثله اللي قدامكم دي انسجه فيها ديجنريشن او فيها نكروزس. تعال نشوف كده مع بعض. بيقول لك في مرض السل تيوبركولوس نكروزس اند كازيشن، ماشي. طبعا الكازيشن ده نوع من النكروزس، من موت الانسجه بيحصل في مرض السل. التيوبركولوس ده معناها خاص بمرض السل، ماشي.
في الحالات بتاع السول اللي بيحصل فيها نيكروزس وكازيشن، ده النوع الخاص من النيكروزس. ايه كلمة كازيشن دي؟ يعني نسيج الميت شبه الكازين بتاع الجبنة، لونه كده، او بيسموه ببلدي الشرش بتاع الجبنة يعني، ماشي؟ فبيسموه نسيج ميت شبه الكازين بتاع الجبنة، اسمه كازيشن. حتى بيقول لك لما بيجي يعرفوا يقول لك تشيزي، ايه النسيج الميت؟ تشيزي يعني عامل زي الجبنة كده. المهم، فات نيكروزس، لو في حصل نيكروزس في الدهون او منطقة فاتي، ماشي، ده برضو النسيج الميت ده بيحصل فيه ايه؟ كالسيفيكيشن، تمام. ده بيحصل في بعض الامراض، مرض كده بنسميه اكيوت هيموراجيك بانكرياتيتس، زي هنتكلم عنه ان شاء الله في درس اسمه النيكروزس اللي بعد ده على طول باذن الله، الفيديو اللي جاي. حاجه تانية، البلهارسيا. تسمع عن البلهارسيا؟ يقول لك ايه البلهارسيا؟ الاوفا، البيض بتاع البلهارسيا. وفي بعض الامراض كده الطفيليه اسمها هايداتيد سيست، ماشي، ده برضو بيجي عن طريق الكلاب والحاجات دي. لو البلهارسيا اوفا دي، بالهرزيا الاوفا ماتت، او الهيريديت سيست نفسها، ممكن يترسب فيها ايه؟ كالسيوم، ماشي، نسيج ميت اهو. لو الجنين مات، ديد فيتوس، الجنين الميت في بطن امه ده، ماشي، يعتبر نيكروتيك تيشو، بيترسب فيه ايه؟ بيترسب فيه كالسيوم. ايه تاني؟ ديد فيتوس، خلاص كده. ان ذا وول اوف بلاد فيسلز ان اثيروسكلروزس، في عندنا مرض اسمه تصلب الشرايين، تصلب الشرايين اسمه اثيروسكليروزس، ماشي. في المرض ده، ماشي، في الجدران ده بيحصل نوع من ديجنريشن، بيحصل نوع من انها في جدران الفيسل، يعني البلاد فيسل عامل كده، وفي مواد دهنيه بتترسب في جدران الايه؟ الفيسل، وبيحصل نوع من الديجنريشن كده في جدران الايه؟ الفيسل، تمام. اسمه تصلب الشرايين، او اسمه اثيروسكليروزس، في الجدران بتاع البلاد فيسل، في الاثيروسكليروزس نتيجه ان يحصل بعد كده حاجه اسمها ديجنريشن في الجدار، هيترسب برضو في ايه؟ كالسيوم. ادي مثال. حاجه تانية، في الوول اوف كرونيك ابسس، كلمه كرونيك يعني مزمن، ابسس يعني خراج، ماشي، اور ان اولد سكار. ايه الكلام ده؟ بص معايا دلوقتي، مثلا في عندنا انسجه في الجسم المنظر ده زي الكبد مثلا، مثلا ساعات بيتكون خراج في الكبد ده، خراج. ايه الخراج ده؟ عباره عن تجويف كده مليان صديد، ماشي، التجويف المليان صديد ده بنسميه ابسس، خراج. الخراج ده لو مزمن بيحصل ديجنريشن في الوول بتاعه ويترسب فيه كالسيوم، ماشي، يبقى ده في الجدار بتاع في الجدار الخراج المزمن، وول اوف كرونيك ايه؟ ابسس. حاجه تانية اسمها اولد سكار، لو واحد اتعور في ايديه ولا حاجه، مكان الجرح نفسه بيسيب زي ايه؟ خط كده او علامه بيضاء كده، ماشي، يسموها الندبه بتاع الجرح، مكان الايه؟ الجرح القديم ده، او واحد عمل عمليه مثلا، مكان الغرز بقى بيسيب كده ايه؟ حته بيضه كده، اسمها سكار، اولد ايه؟ سكار، يعني بس سكار بقى لها مثلا ايه، او ندبه دي بقى لها سنوات، ماشي، بيحصل فيها نوع من الديجنريشن ويترسب فيها ايه؟ كالسيوم. يبقى ده برضو مثال. حاجه تانية، في بعض الاورام، ماشي، بيحصل فيها ديجنريشن، زي ممكن ورم ليفي في الرحم اسمه ليوميوما، ورم ليفي في الرحم بيطلع من العضلات بتاع الرحم نفسها. ولو لو تفتكروا في السنترال نيرفو سيستم في حاجه اسمها مننجيس. المننجيس دي بتحوط المخ، ماشي، البرين بتحوطه كده، اسمها الايه؟ المننجيس، بتحوط البرين والسبانال كورد. ساعات بيطلع منها ورم اسمه مننجيوما، ورم بيطلع منينها؟ من المننجيس دي. الاورام دي ساعات بيحصل فيها ديجنريشن، خلاص، اللي هي الليوميوما، يعني هو ورم وفي ديجنريشن، ورم وفي ديجنريشن. فالورم ده لما حصل فيه ديجنريشن اترسب فيه ايه؟ كالسيوم، ديستروفيك كالسيفيكيشن. ايه تاني؟ ان ديجنريشن ان ثايرويد، في الغده الدرقيه، ساعات كده في تضخم بيحصل في الغده الدرقيه، بتلاقي هي اصلا الغده عامله كده، بصوا بالشكل ده، دي اسمها الثايرويد جلاند، تمام. لما يحصل اللارجمنت اوف ثايرويد جلاند عامله كده، ضخمه قوي، بصوا منظرها عامل ازاي. التضخم ده بيسموه جويتر، اسمه الايه؟ ها، الجويتر. الجويتر دي انلارجمنت اوف ثايرويد جلاند، المنظر ده. طب دي كده يعني كلمه جويتر معناها تضخم في الغده الدرقيه، لما تتضخم بالمنظر ده كده، وفيها كمان زي كلاكيع كده بالمنظر ده، نوديولز، يبقى التضخم اسمه جويتر، وكمان فيها نوديولز او كلاكيع كده، فبنسميها نوديولر جويتر. بص بقى، النوديولز دي ساعات بيحصل فيها ديجنريشن، الكلاكيع دي لما يحصل فيها ديجنريشن يترسب فيها كالسيوم. كل دي امثله على الايه؟
دي امثله كلها على الاماكن اللي ممكن يحصل فيها ديستروفيك ايه كالسيفيكيشن. ولو خدتوا بالكم من حاجه ان كل الامثله دي يا ديجنريشن يا نيكروزس. بصوا ديد ديد كرونيك ابسس ده ديجنريشن الوول بتاعه، ديجنريشن في الوول بتاعه مش هو نفسه ديجنريشن، لا ده هو خراج وحصل في الجدار بتاعه ديجنريشن. ديجنريشن في الثايرويد جلاند في الوول بتاع او في النوديول بتاع الثايرويد جلاند، ديجنريشن في بعض الاورام ماشي، كلها يا اما نيكروزس يا اما ايه ديجنريشن. دي كلها يبقى المشكله هنا السبب بتاع الكالسيفيكيشن في الانسجه، لان البلاد كالسيوم ليفل او السيروم كالسيوم ليفل نورمال، ده اسمه ديستروفيك كالسيفيكيشن. طيب ماشي. ميتاستاتيك، افتكر انا قلت معاكم ايه دلوقتي في الجدول هنا؟ يبقى هنا الديستروفيك ما تنسوش الديبوزيشن في الاماكن اللي فيها ديجنريشن وفيها ايه نيكروزس. ليه؟ الالكالين فوسفاتيز بيعلى في المناطق دي وبيزود ترسيب الايه وبيخلي الكالسيوم يترسب. طبعا لما جينا بقى نتكلم على الميتاستاتيك قلنا هنا الكالسيوم بيترسب عشان الليفل بتاعه في الدم عالي، هاي بلاد كالسيوم ايه ليفل. فانا قلت اللي تحت دي عباره عن ايه بقى؟ اسباب انكريز البلاد كالسيوم ليفل او اسباب الهايبر كالسيميا. قلنا الباراثيرود جلاند بيطلع فيها ورم وسمينا دي برايمري هايبر باراثيرويديزم، او الكليه فيها مشكله فالباراثيرويد جلاند اشتغلت بنسبه كبيره بدرجه عاليه سكندري للمشكله بتاع الكليه دي سكندري هايبر باراثيرويديزم. الفيتامين دي بيزيد فبيخلي امتصاص بتاع الكالسيوم بيزيد، او ورم او مرض بيكسر فين في العظمه. تعال نشوف كده مع بعض الحته دي ايه الكلام ده كله اخوانا. صفحه كام؟ 16 اهو ماشي. ميتاستاتيك كالسيفيكيشن ديو تو هايبر كالسيميا زي ما احنا قلنا انكريز كالسيوم ايه سيروم اي ليفل. طيب كوزز اوف ميتاستاتيك كالسيفيكيشن نسالها برايمري هايبر باراثيرويديزم. ليه بقى؟ انكريز موبيلايزيشن اوف كالسيوم فروم ذا بون. اللي خلى الكالسيوم يتحرك من البون ويطلع في الدم ان الباراثيرود جلاند طلعت هرمون اسمه ايه الباراثيرود هرمون بيدوب العظم وبيحرك الكالسيوم ده منين؟ من البون يطلعه فين؟ في الدم. طيب سكندري هايبر باراثيرويديزم ليه؟ عشانها كورونيك رينال ديزيز ماشي تمام. يعمل ايه؟ يطلع منها يعمل ريتنشن الفوسفات، فالفوسفات يعلى فيقل مين؟ يقل الكالسيوم، فتتنشط مين؟ الباراثيرود جلاند بدرجه عاليه جدا. طيب تمام لحد كده مفيش اختلاف عن الحمولة. هايبر فيتامينوزس دي ده بيعمل ايه؟ ده بيزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم من الجاسترو انتستاينال تراكت الانتستين ماشي. ايه تاني؟ ديستركتيف بون ديزيز الامراض اللي بتكسر في العظم، فالعظم لما يتكسر الكالسيوم هيروح فين؟ يروح على الدم، خصوصا الاورام بتاعت العظم اللي بتكسر فيه بارتيكولاري مينها تيومرز. طب ماشي سايتس، يعني بص بقى هنا كده سايتس اوف ايه بقى دلوقتي؟ حصل ميتاستاتيك كالسيفيكيشن، الكالسيوم ليفل عالي جدا فين؟ في الدم نتيجه الامراض دي. طب الكالسيوم بيترسب فين؟ ايه الاماكن اللي بيبدا يترسب فيها الايه الكالسيوم او بيترسب فيها بنسبه كبيره؟ بص طبعا خلي بالكم هيترسب في اماكن اخرى غير مينها؟ غير البون والايه والتيث. بص معايا الكالسيفيكيشن هيحصل في نورمال تيشو، يعني بيقول لك ان في ميتاستاتيك كالسيفيكيشن ده الكالسيفيكيشن هيحصل في اماكن نورمال ما فيهاش لا ديجنريشن ولا فيها ايه نيكروز زي النوع اللي هو ديستروفيك، خصوصا فين؟ في الالفيولاي اللي هي في الرئه الحويصلات الهوائيه، في الميوكوس ممبرين بتاع المعده اسمها جاستريك ميوكوزا، وفي الاوعيه الدمويه بلاد فيسلز، وفي الكدني ماشي. لما بيحصل ترسيب في الكليه بيسموها نيفروكالسينوزس. كلمة كالسينوزس يعني زي تكلس كده، يعني ترسيبات كالسيوم نفرو كدني يعني ماشي. دي اماكن بيزيد فيها ترسيب الايه الكالسيوم. طب عادي، طب وش معنى الاماكن دي؟ يعني ليه الاماكن دي بيبقى فيها كالسيوم بترسب بنسبه يعني ماشي؟ ما هو دي نورمال تيشوز، مش معنى الاماكن دي بيبقى الترسيب عالي جدا فيها؟ الاماكن دي بيبقى فيها درجه بسيطه جدا من القلويه مش كلام. الكالينيتي بيقول لك ريلاتيف الكالينيتي، ريلاتيف الكالينيتي of these sites مش مرض ولا حاجه، ده طبيعي فيها. فلما يحصل فيها ان فيها قلويه نوعا ما فيبدا الكالسيوم يترسب فين؟ في الانسجه دي الاول وبنسبه ايه كبيره. بس خلي بالكم في الميتاستاتيك كالسيفيكيشن هل الانسجه دي فيها اي مشكله؟ لا خالص، ده هو الكالسيوم ليفل عالي بدا يترسب في النورمال الفيولاي، في النورمال جاستريك ميوكوزا اللي هو الميوكوس ممبرين بتاع المعده يعني، في النورمال بلاد فيسلز، في النورمال كدني، ما فيهاش اي مشكله خالص. ده اسمه ميتاستاتيك ايه كالسيفيكيشن. فهمتم؟ طيب
ده بالنسبه للنوعين بتوع مين، بتوع الكالسيفيكيشن المشهورين جدا. يجي بقى يقول لك في حاجه تانية، ايه هي بقى؟ يقول لك في مرض كده اسمه كالسينوزس. ايه كالسينوزس ده؟ هو بص هو ليه اسم تاني بيسموه كده، بصوا اسمه ايديو باثيك كالسينوزس. بص اما تسمع كلمه او تشوف كلمه ايديو باثيك دي، يعني معناها مجهوله السبب او غير معروفه الايه او غير معلومه السبب. ايديو باثيك زي انون كده، مش معروف. ترسبات من الكالسيوم نتيجه سبب غير معروف، ماشي. هو في الكتاب كتبها كالسينوزس، بس هي المفروض ان اسمها ايديو باثيك، يعني غير معروفه السبب، يعني كالسينوزس. اسمع كده بيقول لك هنا ايه، ده ديس اوردر اوف ايه، ها انون كوز، مش معروف الايه السبب بتاعه. يتميز بايه؟ بص كاركترايزد باي abnormal deposition of calcium salts ماشي in skin and subcutaneous ايه tissues، بيقول لك في الجلد وتحت الجلد يترسب الايه الكالسيوم ده، ويعمل كلاكيع كده عامل زي الايه شبه الاورام. هي مش كلاكيع ولا حاجه، بتلاقي يعني ايه حاجات، مش قصدي مش اورام ولا مش ورم حقيقي، ماشي، مش ورم بقى خبيث بقى ولا ورم حميد ولا الكلام ده، لا لا مفيش الكلام ده. هي كتل كده من الكالسيوم مترسبه فين؟ في الجلد وتحت الايه وتحت الجلد. ليه؟ قال لك الله اعلم. اوف انون ايه كوز، ما انا قلت لكم اسمها ايه، ها idiopathic calcinosis. يبقى الايديوباثيك يبقى unknown calcinosis deposition of calcium، بس المكان فين؟ في الجلد وتحت الايه الجلد، ويعمل كده ايه tumor like swelling، يعني حتة بارزة كده شبه الاورام. ما بيعملش تيومر، بيعمل حاجة يعني كلكيعة شبه الاورام، ماشي تمام. دي اسمها ايه calcinosis، او قلنا اسمها ايه التانية المفروض نقوله ايه idiopathic calcinosis، ماشي. حاجة تانية pathologic ossification، تعظم. ايه ده بقى عظم ossification؟ هو ايه normal ossification؟ قلنا العظم بيتكون، ده اسمه normal ايه ossification، تمام. طب انت عايز تعمل بقى هنا، قالك هيتكون نتيجة مرض معين. ايه ده؟ بصوا هنا اللي بيقولك، والله هقول لكم مثال. مثلا في عندنا مثلا مصل بالشكل ده، عضلة كده، دي مصل اهي. حصل ايه؟ واحد مثلا ايه اتخبط في العضله دي، تروما، فلما اتخبط في العضله، العضله حصل فيها ايه جرح، اتعورت بالمنظر ده كده. لما اتعورت العضله دي حصل فيها تجمع دموي، ماشي. قالك بعد فتره التجمع الدموي ده، ماشي، يتكون فيه زي الياف كده جوه، وبعدين يترسب فيه كالسيوم. غريب قوي دي، يعني كانت هي اصلا مصل اساسا، دي عضله، ماشي تمام. العضلة لما اتخبطت حصل فيها نزيف، وبعد فترة راح متكون كتلة عظمية هنا كده، اترسب كالسيوم في الحتة دي. تلاقي العضلة اتكون جواها عظمة نتيجة خبطة معينة حصلت فيها. يبقى ده عبارة عن ايه؟ عظم اتكون في مكان جديد، صح كده؟ تمام كده؟ ده باثولوجيك اوسيفيكيشن، المفروض مش نورمال. يعني مثلا ممكن تيجي واحدة مثلا ست كبيرة مثلا مخبوطة في كتفها، تمام؟ واخدة خبطة في كتفها مثلا، هي مثلا خبطت من شهر شهرين مثلا، وتجي لك او 3 شهور 4 شهور سنه، ماشي. دكتور بص على كتف كده، تيجي تبص على كتفها تلاقي فيه مكلكع كده، فهي خايفه، هي جايه خايفه يكون عندها ورم ولا حاجه، ماشي. تعمل لها اشعه وبتاع، بتلاقي كلكع كده في قلب الايه العضلات بتاعتها، تمام. تسالها بقى انت اتخبطت فيها قبل كده؟ اقول لك اه اتخبطت فيها. ده ايه؟ دي حاله بنسميها مايوسايتس اوسيفيكانس. كلمه مايوسايتس يعني في مشكله في العضله، مايو يعني مصل، يعني اوسيفيكانز تعظم في قلب الايه العضله. فالحاله بتاع العضله اللي اتخبطت دي بنطلق عليها اسم كده ايه، مايوسايتس اوسيفيكانز. فهنا بيقول لك ايه، باثولوجيك اوسيفيكيشن فورميشن اوف بون ستراكشر، ماشي، حاجه زي البون اهو، ماشي، ان اكسترا اوسيوس سايتس، اتكون عظم في اماكن خارج العظم زي العضله زي ما قلنا. ات مي بي بريسيدد باي كالسيفيكيشن، ماشي، يعني بيحصل كالسيفيكيشن الاول وبعد كده يتكون الايه العظمه بقى بالكامل بقى. زي ايه كده؟ يقول لك اسمع كده، قلنا المثال ده اللي هو ايه؟ مايوسايتس اوسيفيكانز، العضله اللي اتخبطت دي، ماشي، الاصابات بتاعت مين العضلات دي. حاجه ثانيه اورجنايزنج هيماتوما، ايه هيماتوما دي؟ معناها تجمع دموي. واحد مثلا اتخبط واحد بطحه بطوله في راسه، فعملت ايه؟ كلكيعه كده، تجمع دم فين؟ في راسه. التجمع الدموي ده بنسميه هيماتوما، حته بارزه كده وورمه كده. بعد في بعض الحالات ان الهيماتوما دي ممكن يترسب فيها ايه نوع من الكالسيوم، تسبق بكالسيفيكيشن وبعدين يكون عظم فيها. ده في بعض الايه الحالات بيسموها اورجنايزنج هيماتوما، يعني هيماتوما قديمه يعني، ماشي تمام.
ايه تاني؟ في بعض الاورام ساعات بيحصل ايه الحاله دي، ان الورم نفسه يتكون جواه ايه عظم. ماشي، يبقى تاني كده هيتكون عظمه بالكامل داخل الايه العضله مثلا. في الاول هيحصل ايه؟ دم يتكون، وبعدين الياف، ويترسب كالسيوم، بيقول لك يسبقها كالسيفيكيشن، وبعد فتره تبقى عامله زي العظمه بالظبط. ماشي، ده اسمه باثولوجيك اوسيفيكيشن. يعني كان ديت معلومات مهمه جدا، درس مهم جدا جدا نخلي بالنا منه، اللي هو الباثولوجيكال كالسيفيكيشن. وان شاء الله هبقى اوريكم بقى ايه بعض الاسئله كده الخاصه بالاجزاء دي، الجزء اللي هو الاميلودوزس، وجزء اللي هو الخاص بالبيجمنتيشن، وجزء الخاص بالايه بالكالسيفيكيشن. هجمع الاسئله كلها، بس يا رب بس ايه اتمنى بس تتفرجوا على الفيديوهات دي ماشي، وتخلصوا منها عشان نبقى ماشيين مع الايه مع الدراسه بتاعتكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.